كل حبايبي وكل أصحابي وكل قرايبي وكل متابعين القناة وكل العالم. كل سنة وانتوا طيبين وكل الصحة وكل الخير وكل السعادة. سنة جديدة سعيدة عليكم يا رب وعلى كل قرايبكم وأصحابكم وعائلتكم وعلى كل العالم. إن شاء الله اللي كان نفسه يحقق حاجة في 2022 وما قدرش يحققها إن شاء الله يحققها في 2023 بإذن الله. إن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم كلها خير وبركة وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة إن شاء الله هنزين مع بعض شجرة الكريسماس زي ما احنا شايفين، من أول ما الشجرة تكون فاضية خالص والترابيزات الصغيرة دي تكون فاضية لغاية ما توصل للشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. وأول حاجة معانا هي الشجرة زي ما احنا شايفين فاضية خالص والترابيزات فاضية ومفيش أي حاجة. كل ما أحط حاجة في الشجرة أو نعلق حاجة هصورها لكم وهوريها لكم من أول أهو. أول حاجة فرع النور ده لغاية ما نوصل لآخر حاجة. بيسعدني ويشرفني جدا حبايبي لو أنتوا لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم إشعار بكل فيديو جديد. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وكمان اعملوا شير على كل مواقع التواصل الاجتماعي عشان كلنا نفرح مع بعض.